ما هي آخر تفاصيل لديك؟ أنس؟ نعم، تحية لكم من زملائي في استديوهات الإخبارية السورية. لليوم الثالث على التوالي لا يوجد أي تغير بانتهاكات والتصعيد الذي يأتي من قبل جبهة النصرة الإرهابية، إضافة أيضا إلى المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى داخل الأحياء الواقعة شرق المدينة. استمرار فرض حظر التجول ومنع المدنيين من التنقل من الأحياء الواقعة داخل الأحياء الشرقية، إضافة أيضا إلى ذلك الرشقات النارية التي تواجهها بين الحين والحين الآخر هذه المجموعات الإرهابية نحو هذه المعابر والممرات الإنسانية التي تشهد إلى الآن وإلى اليوم الثالث على التوالي حالة استنفار من كل الجهات، السلطات المحلية والمدنية، مجلس المدينة، محافظة حلب، قوى الأمن الداخلي بطبيعة الحال لاستقبال أي من المدنيين الخارجين من تلك الأحياء نحو هذه الممرات والمعابر الاستنفار، سواء من خلال وجود الآليات، وجود وسائط النقل، سيارات الإسعاف، وكل الجهات التي يعني هي جاهزة بطبيعة الحال لاستقبال المدنيين أو حتى أيضا المسلحين. إلا أن حتى الآن ما تقوم به جبهة النصرة الإرهابية يحول بين هذه التجهيزات والتحضيرات وخروج المدنيين من تلك الأحياء الواقعة شرق المدينة. لليوم الثالث على التوالي لم نشاهد أي أحد من ممثلي وموظفي في الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة، يضاف إليهم أيضا فرع الهلال الأحمر العربي السوري الذي لم يتواجد أيضا لا على معبر بستان القصر ولا الجندول والكاسيلو وباقي المعابر وأيضا الممرات التي أعلنت عنها محافظة حلب. على الرغم من ذلك نحن ماضون بطبيعة الحال برصد ساعات التهدئة الإنسانية التي تدخل كما ذكرنا يومها الثالث دون وجود أي تطور، إضافة أيضا لكل المتواجدين هنا في هذه المعابر يوجد أيضا زملاء في وسائل الإعلام الموجودة هنا بطبيعة الحال من كل القنوات العربية السورية. يعني سأتوقف مع أحد الزملاء، صهيب مصري وأنت مراسل لقناة الكوثر، يعني صف لنا أيضا المشهد الذي تعيشه وتشهده أيضا الممرات والمعابر بما فيها معبر بستان القصر. نحن اليوم الثالث على التوالي متواجدين على معبر بستان القصر للتغطية الإعلامية خروج المدنيين أو المسلحين. طبعا لحد الآن ما خرج لا مدني ولا مسلح نتيجة ممارسات الجماعات المسلحة وتخويف للأهالي وفرض حظر التجول وإطلاق النار على الأهالي. المعلومات الميدانية اللي جتنا من داخل بستان قصر أناس بتفيد عن قيام بإعدامات ميدانية للمواطنين من قبل جبهة النصرة والجماعات المسلحة المتمثلة بالجبهة الشامية وحركة نور الدين الزنكي. في تخويف للأهالي أنه في انطلاقة للمعركة باتجاه فك الحصار. طبعا الجيش العربي السوري على أتم الاستعداد، خطوط الدفاعية آمنة بالكامل، وصول رتل كبير للجيش العربي السوري وتعزيز دفاعاته. إن شاء الله نحن ماضين بالتغطية الإعلامية لحتى انتهاء الهدنة وبانتظار الساعات القادمة. شكرا لك يا صهيب المصري وأنت مراسل لقناة الكوثر. بطبيعة الحال يعني كما ذكر زميلي كان هنالك تهديدات كثيرة وكبيرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. الجيش يدرك تماما هذه التهديدات وهنالك جهوزية كبيرة للجيش العربي السوري بطبيعة الحال على كل الجبهات الواقعة داخل المدينة وأيضا في الأرياف الحلبية. هذه أبرز التطورات إلى الآن. أعود إليكم على أن نبقى بطبيعة الحال في مع أي تطور حاصل على المعابر الموجودة في المدينة وأيضا في الريف الحلبي. عودة إليكم زملائي. شكرا.